يا صباح الإشراق، صباح الصحة والبركة، صباح كل الأمنيات الحلوة دايماً لمشاهدي الستات على النهار، دايماً أيامكم حلوة. يمكن الأيام اللي فاتت ومبارح تحديداً كان يوم كله مغنى وطرب وأصوات حلوة. أصوات مصر كانت في حفلات بالأمس، بالصدفة كان في امبارح حفلتين في منتهى الروعة، ومن حسن الحظ ان هما اتذاعوا على التلفزيون. حفلة دار الأوبرا المصرية لإحياء ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ، واللي تقدم فيها مجموعة من أروع أغاني حليم والحان الموجي والطويل وبليغ ومنير مراد وعبد الوهاب واحمد عفت، كان رائع، ومحمد حسن وحسام حسني وليد حيدر وفرح الموجي واميره احمد، كنتم رائعين. الجمهور في المسرح الكبير في دار الاوبرا والجمهور اللي بيتفرج في الشاشه بجد قضوا ليله ممتعه وغنيه وسعيده. كل الشكر وكل الامتنان لكل الناس اللي بتساعدنا، وفي كل مرة بنعيد الإعجاب بعبد الحليم والجمال اللي سابهولنا رغم رحلته القصيرة. في المقابل كان في جدة كان صوتين من أصوات مصر الرائعين، مي فاروق وإيمان عبد الغني الجميلة والصوت الرائع، وكان الجمهور السعودي في أجمل حالات حضوره الراقي والتذوق. الحفل كان بقيادة المايسترو ماجد سرور ويحيى الموجي، وإيمان غنت قارئة الفنجان وكانت رائعة وعظيمة، وغنت لوردة وغنت لنجاة، غنت مجموعة متتابعة من أغاني أم كلثوم، وكان في تفاعل وسعادة وترديد من الجمهور اللي حافظ كل الأغاني، وتفاعل الناس على السوشيال ميديا وقدام التلفزيون كان احتفال بسلاسة الأداء لأغنيات هي امتحان حقيقي لكل مطرب ممكن يغنيها. مي كمان غنت غلبت صالح في روحي وأهواك وأكدب عليك، وكانت يعني في منتهى القوة، وغنت لشادية كمان يا حبيبتي يا مصر. وطبعا مي كانت مرحلة من التفوق والتألق والتحليق رائع جدا، سلامة أداء، وكان الجمهور في منتهى الاستمتاع بالأداء. يبقى امبارح كان يوم رائع ويوم بالصدفة لتأكيد حضور وروعة وأصالة الفن المصري جوا وبرا، مصر بجمالها ورقيها وهيبتها وبهائها، حضور وسلطنة وفن وجمال وعظمة على عظمة يا مصر. ومن أهم عناصر السعادة في الحفلتين المستوى الراقي والشياكة وتفاعل الجمهور الحاضر اللي يعني كان في منتهى السعادة، وكان في مشاركة وتفاعل من الجمهور سواء على السوشيال ميديا أو قدام الشاشات، وانتشرت فعلا طاقة سعادة وفخر واعتزاز بين كل الناس. والصدفة دي تخلينا نشوف قصة الترند بتاع صوت مصر اللي انتشر من أسبوع وأثار جدل حول اختيار هو مين يمثل صوت مصر. كانت الإجابة امبارح واضح لنا إن مصر ما ينفعش اختزالها في صوت واحد مهما كان جماله، وإن كل مصري ممكن يكون صوت لمصر سواء بيغني أو سواء بيبدع في أي مجال أو بيتقن عمله، يقدم أفضل ما عنده ويخلص لضميره ولما يقدمه، هيكون صوتنا كلنا هو صوت لمصر. خلينا نقول إن إحنا عندنا حلقة مهمة جدا جدا فيها موضوع مهم وشائك وجدلي عن الزوجة التانية، مظلومة ولا ظالمة؟ ودايما هي ظالمة في رواية الأغلبية. هنسمع
آراء مختلفة ومتباينة، كل رأي شايف ليه هي مظلومة والآخر شايف ليه هي ظالمة. وعندنا كمان جينا ابنة الرائع نجيب الريحاني، عندنا حلقة مهمة جدا والأهم هو وجودكم وحضوركم معانا. وهنطلع فاصل، وفي الفاصل هنشوف معرض لفنانة رائعة دكتورة إيمان منصور، عندها رحلة من الطب، هي طبيبة وقررت انها تترك الطب وتبتدي من اول وجديد الحياة، تبدأ في اي سن. اكتشفت موهبة الرسم عندها وقدمت مجموعة رائعة من الالواح اسمها الهروب الى الصفاء. كلنا نفسنا نهرب الى الصفاء. ايمان رائعة دايما، سواء وانتي لما كنت طبيبة ودلوقتي لما سبت الطب وبقيتي فنانة. نشوف الصور المعرض وبعدها نبتدي حلقتنا، نشوفكم بعد شوية. خفت من الندم، يعني خفت انها تقفل العياده بعد هذا النجاح وتندم انها فقدت الكارير الطبي مقابل حاجه ثانيه. ونصحتها انها تخلي العياده فتره اقل، يوم او يومين في الاسبوع، وتستعمل بقيه الاسبوع في الهوايه. ورفضت وصممت، وانا كنت ضد الخطوه دي لان كنت حاسس انها خطوه كبيره جدا. اسوأ شيء ممكن يواجه الانسان في حياته هو الندم، وانا طول عمري ما بحبش الندم، ومع ذلك اصرت وما ندمتش. بص، عشان ابقى صريح معاك جدا، هي طول عمرها عندها الفكر الفني عامه ان جنرال، فطبعا هي كدكتوره هي كانت شاطره جدا في مجالها، بس بعد ما يعني نجاح كبير في الطب ان جنرال قررت اللي هي تحاول تشوف وتثقف من الموهبه اللي عندها في فكره الفن دي. حاجه العيله كلها كانت مدعماها، وبالذات طبعا زوجها الدكتور يحيى بلبع. هي الفكره كلها اللي احنا كلنا كنا مدعمين فكره فنها وفكره هوايتها في الفن، وحبينا ان الناس كلها تشوف، واحنا فخورين جدا بيها اكيد. يعني دكتوره ايمان صديقه من زمان وصديقه للاسره كمان، وانا من عشاق بقى الفن بالنوعيه دي. يعني انا عندي ابني الصغير رسام برضه وبيدرس فيجوال ارتس في جامعه امريكيه، فحرصت طبعا ان انا اكون موجود، وان انا لان انا عارف ايمان هتعمل الشغل على شكله عامل ازاي، وفوجئت بحاجات اكتر مما كنت متخيل. طبعا لما بيبقى اهلك داعمينك ده بيبقى شيء جميل قوي. جوزي اللي اكتشف موهبتي الدكتور يحيى، وولادي دعموني جدا جدا، وانا حسيت ان من غير دعمهم ده انا ما كنتش قدرت اعمل كل الكلام ده، لان كل لوحه من ديت كانت فرحه جديده ليا. التالي، الزوجه الثانيه ظالمه ام مظلومه؟ حضرتك عارف ان غاليه مطلقه طبعا وام، وانا كان يهمني قوي اني اطمن عليها واتاكد يعني انها مش هتدخل في تجربه تانية تاذي مشاعرها، وبالتالي يعني تاذيني انا كمان معاها شخصيا. الزواج الثاني انتصار للامل على التجربه، هذا اشهر ما قيل عن تلك الخطوه المنتشره سرا وعلنا في مجتمعنا. يعني الموضوع مش موضوع غير عليا، كل اللي شغلك منظرك وبس. فالبعض يرى أن الزوجة الأولى هي الضحية، والبعض الآخر يرون أن الثانية يقع عليها الظلم كله. أنت بتصرخ جامد قوي على فكرة، وأول مرة تكلمني بالطريقة دي. طالما بقى أول مرة بكلمك بالطريقة دي يبقى في حاجة غلط يا غالية.
في كل الأحوال الزوج ليس طرفاً في معادلة الزوجتين، خاصة مع تحمل الزوجة الثانية لكل الاتهامات، ويختفي فجأة الرجل من المشهد وكأنه ليس السبب الرئيسي. ومع ذلك تعيش الزوجة الثانية في صراع أبدي، فهي إن أوقعها حظها السيء في حب رجل متزوج مهما كانت حالة زواجه الأول، لكنها تعيش دور الشريرة دائماً في رواية المجتمع، لكن في روايتها فهي تعيش بما تبقى من مشاعر زوجها، وهي التي يتنازل عنها الزوج غالباً إذا وقع في الاختيار، فتعيش بين نيران الحب والظلم وأحياناً ندم لأنها صارت خلف قلبها يوماً. جدال يستمر، وإن انتهى العمر فهو الصراع الدائر بين القلب والعقل والفرص الضائعة، فكيف تكون الزوجة الثانية ظالمة ومظلومة؟ وبنجد حالكم المشاهدين، وزي ما شفنا دايماً المرأة، مش كل امرأة تانية، المرأة اللي هي بترتدي إنها تكون المرأة المجهولة أو المرأة اللي في الظل، في ناس كتير بيشوفوا إن هذه هي المظلومة وليست الظالمة. وكل فترة وخاصة الفترة اللي فاتت شفنا على السوشيال ميديا في الكام يوم اللي فاتت جدل حول الزوجة التانية، هل هي مظلومة ومجني عليها ولا المجتمع دايما وصمها بأنها خطافة رجالة وخربت بيوت، وده وصم صعب جدا جدا. لما نيجي نفكر في الموضوع بالعقل والمنطق وحتى العاطفة هنلاقي غالبية الستات عندها حق انهم يرفضوا فكرة الزوجة التانية، مش بس لان الست نفسيا مستحيل تقبل وجود ست تانية تشاركها في جوزها وتشوف في جوازه من اخرى عدم استقرار للبيت والاسرة، لكن كمان لان مجرد تفكير الرجل في الجواز من امرأة اخرى، أي امرأة ممكن تشوف إن ده مهين لكرامتها باعتبارها المرأة الأولى، ولأنها بتحس إن هي عندها مجموعة كبيرة من النواقص وأنها لم تكفيه ولم ترضيه، عشان كده هو رايح يدور على واحدة تانية. دي وجهة نظر الزوجة الأولى اللي هي ممكن لو كراسي اتبدلت وبقت هي في الموقف التاني أكيد هتبقى رواية مختلفة تانية، لكن غالبية الستات وإجماع المجتمع إن هي دي وجهة النظر الرئيسية. في وجهة نظر تانية متعاطفة مع الزوجة التانية وبتشوفها ضحية، إحنا بنقول لما بترضى إنها تكون المرأة المجهولة أو في الظل مش أي زوجة تانية، وكمان لو هي بتحب يعني مش متجوزاه لأي سبب تاني ومش عايزة تهد البيت وهو قدام الناس شكل البيت مستقر قدام الناس وبيظهر بالزوجة الأولى وهي على الهامش بتاخد فتات مشاعر ربع وقت أو ما فيش وقت ربع اهتمام، ويمكن الجدل كل فترة بيتجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، وده اللي خلانا ان احنا نعيد الأسئلة مرة أخرى من وجهة نظر نسائية فقط. ليه أي ست توافق إنها تكون زوجة تانية أو على الأقل لا ترفض الفكرة؟ وهل ترى في ذلك إن فيها ميزات ولا الحب أحيانا غلاب وملوش كبير؟ وفي المقابل هيكون معانا الرأي الأكبر اللي هو بيرفض الفكرة جملة وتفصيلا وبيشوفها غير طبيعية وغير حقيقية وإنها خربت بيوت. ومنورنا مجموعة من الجميلات، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وكل أعوذ برب الفلق وكل حاجة عشان هم فعلا أربعة من الجميلات، الكاتبة الأستاذة ريهام نصير، أهلا بك يا ريهام، والصديقة العزيزة والمحامية الجميلة والرائعة الأستاذة دينا عادل حسين، أهلا بك، وزميلتنا الكاتبة الصحفية الجميلة أستاذة عبير المرسي، والجميلة جيهان رؤوف شكري، أسعدتونا ونورتونا كلكم. بس تسمحوا لي أستاذة ريهام أستاذة دينا أن أنا أسمع الأول رأي عبير ورأي جيهان، وباختصار الأول قبل ما ندخل ونتناقش في الموضوع، ليه أنت بتشوفي أن الزوجة التانية مظلومة ومهضوم حقها وموصومة ومش ظلمة أبدا؟ شايفة بيبصولي ازاي؟ أيوة محدش كلمة. لا انت لا هي بصي طبعا مظلومة، هي مظلومة لأن هي بتاخد بواقي كل حاجة،
بتاخد بواقي وقت، بواقي فلوس، بواقي صحة. يعني هي هو يعني لو الأولى كانت عاملة اللي عليها وزيادة ما كانش راح للتانية. لا لا، هو ممكن يروح للتانية والتالتة والأولى أيدي صوابعها العشر شمعة، ده حقيقي فل منورة. بس لا، مش بيكون ده الطبيعي قوي، لأن أغلب الرجالة لو هي مرتاحة في مع الأولى ما بتروحش للتانية. لا. على الأقل في أول سنين الزواج. طب وهو الزواج. يعني الأنانية فين والعين اللي ما بيكفيهاش التراب فين؟ مش كتير، مش كتير. هو مش مرتاح، هو راح للتانية لأن التانية بتبقى يصارح الأولانية، سكن بالنسبة له، الراحة بالنسبة له، يصارح الأولانية وما يخليهاش مرأة مجهولة ولا في الظل هي تختار بقى تقعد. مش كل الزوجات التانية، مش كل التانية بتكون في الظل. يعني في بيبقى في الأول يعني ممكن تقبل تكون في الظل، بس بعد كده لا. طيب احنا سمعنا ولسه هنيجي نناقش في تفاصيل كتير وفي تجربة تعرضت فيها ازاي. وأستاذة جيهان، انت كان عندك تجربة لم تكتمل. كان عندي تجربة لم تكتمل، وهكلمك على ان في الأسرة عندي في كذا حالة زوجة تانية، و يعني كنت شايفة أنهم مظلومين وموجوعين جداً منها. ليه؟ يعني الحب يعني اهتمام، يعني هو عندك، هي مش لاقياه، هي مش لاقياه، مش موجود. ولما بيروح البيت التاني لازم تتكلم، ما تقدرش تتكلم، سواء بقى حصل حادثة للأولاد، حصل مشكلة، البيت ولع، أي حاجة، الولد ما جاش البيت. طبعا الزوجة التانية يعني بتعمل مشكلة. يعني هي كمان مشكلة. بتخلف؟ بتتكلمين كده على زوجة أنا تانية؟ بكلمك على الإجزامبل اللي شفته في البيت. الإجزامبل اللي شفته في البيت أكتر من مرة، ولا كانت خطفته من زوجها، ولا بالعكس الستتين من زوجته. الاثنين الزوجة الأولانية والزوجة الثانية ستتين أفاضل جدا، ستتين كويسين جدا. وإحنا دايما بنغفل عن دور الراجل، إن الراجل ما تقدريش تاخديه بالعافية من مراته. الراجل بيبقى عاوز يا سهير، الراجل بيبقى رادي انه يقيم علاقة تانية. أوكي؟ مستعد. مستعد وهو اللي بيروح. هو مستعد وهو اللي بيروح. ايوه هو اللي بيروح. هي بتقبل ليه، حب ولا مصلحة؟ حب. لا مش مصلحة. اللي انا شفته في اسرتي ما كانش مصلحة خالص. ممكن امان، ممكن بيوفر لها الامان. طب هي اضطررت، كان انت كنت شايفة انها ضحية في ايه وعشان كده انت ما كملتيش التجربة اللي انت كنت هتدخليها؟ هقولك ضحية في المجتمع الأولانية ليها البريفليج أكتر. أوكي أنا مش عاوزة أقول أنا شفت الإجزامبل ده في إيه، لأنهم ريلاتيف من أول درجة ليا خلاص. يعني حد يعني احتراما بس، لكن أنا شفت في المجتمع تألمت جدا، لأن ممكن تبقى هي رايحة حفلة في الأوبرا هو ما يروحش معاها، والحفلة في الأوبرا مثلا يومين ورا بعض، يروح مع الزوجة الأولانية ما يروحش مع الزوجة التانية، والاتنين زوجات شرعيات. هل هي أيوة، هل هي كانت في الظل مجهولة، مراته الأولانية ما تعرفش، ولا هو مش قادر يواجه المجتمع بزواجه منها؟ والله واحدة كان المجتمع مش عارف، وواحدة أنا بقولك أنا عشت الإجزامبل ده كذا مرة في الأسرة. واحدة المجتمع ما كانش عارف، وبس ما فيش حاجة بتفضل سر، يعني دايما الحاجة ما فيش حاجة بتفضل سر. ده طب اللي واللي كان عارف برضو كان نفسها مكسورة. طب أنت تجربتك لم تكتمل بسبب المخاوف دي، ولا بسبب زوجته الأولى، بسبب ولاده؟ ليه لم تكتمل؟ لم أنا تجربتي لم تكتمل علشان حاجات كتيرة قوي. احتراما طبعا للأطراف، الله أعلم هم بيتفرجوا علينا دلوقتي في التلفزيون ولا لا. حصلت زوبعة واتغلط فيا واتقال عليا ان انا انسانة وحشة، او ان انا كويس انك انسحبتي. انسحبتي وانت متضررة يعني. طبعا طبعا، لاني كان في انفستمنت مشاعر عالية قوي. investment مشاعر، ولما تحبي حد وانت كبيره في السن وناضجه هو هنا بتوجع. في نقطه بقى مهمه، ان المراه الاخرى سواء كانت زوجه تانية او امراه اخرى او امراه في الظل او اي مكان، لما هتيجي تضحيه بحد، عارفه احنا داخلين على العيد الكبير، الاضحيه بتبقى هي تبقى المراه الاخرى دي بالزبط. هي بيضحى بيها بضمير مستريح جدا جدا، فليه تقبل انها تحط نفسها انها تبقى اضحيه؟ بتبقى مشاعر مشاعر طبعا. بتبقى مشاعر. المشاعر دي ما تقدريش تعملي لها كالكوليشن ولا فريم. سبحان الله، بتبقي عارفه وشايفه الخطر وشايفه الوجع، لكن بتفضلي تسامحي او بتفضلي يبقى عندك امل وبتفضلي تقولي مش قادره تتراجعي.
تتراجعي وبتفضلي تقولي انا موافقه وتفضلي تطمني الشخص، انا مش عاوزه مشاكل ليها، انا مش هحط راسي براسها، انا مش عاوزاك تنفصل عنها. وعلى ايه كل الوجع والذل ده ليه؟ طب يا استاذه ريهام، انت شايفه ان هي ظالمه ليه؟ هي ظالمه. خلينا نفرق بين نوعين من الزوجه الثانيه، اللي هي راضيه انها في الظل وتاخد الفتات برضو وتبقى مجهوله وما تخربش البيت، بالعكس ممكن تساعد على تنظر البيت. مفيش حاجه اسمها تساعد، مفيش يا جماعه، ربنا خلق. ايوه. وبين الثانيه اللي هي بتبقى واضحه ومفتريه وتخليه يطلقها او بتضايق او بتاخد مكاسب اخرى. حضرتك في الحالتين غلط، انتوا ليه بتبرروا الغلط؟ هو الانسان بالفطره كده، هو الانسان له شريك واحد بس بالفطره، ادم وحواء. لو انتوا عايزين يعني في حالات بقى، لو في حروب عالميه والرجاله خلصت من العالم او بقى ومبقاش في رجاله والنسل هيقف في الكوكب، ابقوا ساعتها اتجوزوا اربعه. لا حقيقي فعلا يعني يوم ما يحصل دوت، انا موافقه ان جوزي يتجوز ثلاثه تانيين عشان خاطر بس ما ننقرضش في الكوكب والقرود هي اللي تكتر. لكن الوضع الطبيعي ان الزوج له شريكه واحده بتكافح معاه، بتشتغل معاه، بيعملوا بيت واسره وسعاده وحياه جميله ويربوا الاولاد. هو لما يخل في فتره حس ان هو اختار غلط، او ان هي هو نضج وهي واقفه محلك السر، هي مش مرضياه، هي مش مكتفي، خلاص اوكي يعمل ايه؟ جه وقت لا لا انا معاكي، واحد في النص جه زي بره بيجي فجاه يقول لها انا ما بقاش عندي مشاعر، انا تعيس، انا مش مبسوط في الجوازه. طبعا في الاول سواء كذبا او حقيقه، ادعاء او بالحقيقه، يديها بما يرضي الله مجهودها اللي تعبت فيه معاه 10 سنين 20 سنه، وقفت جنبه، عمل ثروه، عمل فلوس، اي حاجه، يديها لها بالتراضي ويديها البيت اللي هي ساكنه فيه ويتطلق. يعني ان هو يبقى فيه اخلاق. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو لو في مصر اتطبق القانون بتاع امريكا، الست تاخد نص فلوس الزوجه، مش هيتجوز بكره تاني. الصبح طبعا هو مفيش واحد هيتجوز تاني، وبكره الصبح هتلاقي 99% من ستات مصر اتطلقت. يعني كل واحده كاتمه في قلبها ومستحمله جوزها وساكته عشان هي مش قادره على المصاريف، عشان هي سابت شغلها من وهي صغيره، عشان اي اسباب. طيب اديها بقى نص فلوسه بكره الصبح، اوكي هيبقى فيه اربعه مش متطلقين. عشان ما نتسحبش للحاجات الثانيه، انت ليه شايفه ان الزوجه الثانيه ظالمه؟ ظالمه لانها هي، بصي هي من اول دقيقه كده انت تعرفتي على واحد، عرفتي انه متجوز من اول ثانيه، خلاص تحطي كده ايه يعني، هي كده اغتصبت حق مش حقها من اولها، من اول ثانيه ما كانتش تعرف حبته يعني، وهي مش ملكيه لحد يعني، هي حره مش ملكيه لواحده ثانيه يعني. لا لا هو لا عنده لا اختيارات، مش ملكيه، لا عنده لا عنده شخصيته وعنده اختياراته. لا 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 هو ما كتبش على اسمها. لا لا هو ملكيه، لا هو ملكيه، لا هو ملكيه طبعا، هو واحد ناضج، هو ملكيه. لا 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 ملكيه لمراته وبيته واولاده وحياته والسنين اللي مرت دي كلها والمجهود، مش عشان واحده عندها فراغ عاطفي وزهقانه وقامت الصبحيه بتعمل نسكافيه ومش عارفه تعمل ايه في يومها، قالت تحب لها واحد متجوز. ممكن تكون حبت وهي ما تقصدش ان هو واحد متجوز، قدر. لا 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 حضرتك، في حاجه اسمها انك توقفي مشاعرك، ما فيش حاجه اسمها احنا مش يعني، ما هو مش زرار هتوقف. لا 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 هو لا لا هو زرار، لا انت بتعرفي كل واحد فينا بيعرف ازاي، زي ما بتعرف كويس قوي لما بتلاقي واحد كحيان بتمسك الزرار وتبعد وتمسك مشاعرها وتبعد عنه، يعني تمسك برضه كمان مشاعرها مع المتجوز. انت مش متعاطفة مع اي نموذج كلهم ولا بواحد في المية ولا اي نوع ولا من بواحد في المية. طيب. استاذة دينا، نعم. ليه شايفاها ظالمة؟ هي مش ظالمة ولا مظلومة، هو كل بيت عندنا فيه زوجة تانية وتالتة وأولى ونفس كل بيت عندنا، كل بيت موجود او كل اسره يعني، كل الحاله لما تبقى موجوده، موجودة في بنعمل ان ده موجود كله يعني. لا في كل اسره هتلاقي العيله دي بنت عم بنت خال اخت، يعني ده امر طبيعي، هتلاقي في كل اسره موجود في زوجه تانية واولى نفس الزوجه الاولى اللي كانت معترضه بيجي لها وقت ممكن انها تكون في موقف الزوجة الثانية، هنبدل الكراسي هنلاقيها، هتلاقيها هي اللي كانت رافضاه في الزوجة وهي زوجة أولى تلاقيها قبلته وهي زوجة ثانية. ده باختيارها. طب هل في نموذج للزوجة الثانية ينفع نتعاطف معاه؟ مفيش حاجة في الأمور الاجتماعية والنفسية اسمها نموذج، لأن الزوجة الأولى نفسها هتلاقي عندك نموذج لزوجة أولى تكفر أمه ومبهدله الدنيا وما اتجوزش، فدي اخلاقيات ومشاعر وتصرفات ملهاش علاقه باولى وثانيه،
والزوجه الثانيه دي ما جاتش لوحدها، الزوجه الثانيه دي او الثالثه او الرابعه، ما هو مش شرط ثانيه يعني، دي جت مع بني ادم، هي ما جاتش لوحدها، وجت في ظروف قد تكون كل واحد بظروفه، اصل هي ما تتعممش، في واحده ظروفها ماديه، في واحده نفسيه، في يعني هتلاقي كل كيس مختلف. المشكله بتيجي في اختلاف الاتفاق. انا من الاول اتفقت ان انا هبقى يعني في انت السر. عايزه تقولي ان في زوجه بتتفق انها في السر ومش هتخلف ولاد، ترجع ما مجرد ما اتجوزت اتمكنت اغير الديل، متفقه ما اقولش بعد ما حصل، لا انا اللي بتعمد اقول يعني. بعد ما بتحصل التشبع بنبدا نختلف، بنغير الديل، بتبقى هي اكتر بالظبط، بتعوز اكتر، فهي اللي مختار. هل هي اغلب الستات كده اللي هي عندها اطماع زي ما بتقول دينا، واول ما بتتمكن؟ انا اعرف نماذج بالمنظر دوت، وبعتوا صور للاولى على الواتساب. طب ما هي تبقى شريره، وكانوا متفقين في الاول. لا لا هنا لا، هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، هو كان وعدها انه هيعلن، فقعدت فتره مستنيه يعني، هم متجوزين شرعي بس حتى بسر. لو قعدت بس فتره انها تاذيه في بيته وتاذيه مع مراته، ممكن يكون هي غلطت، بس نوع من انواع الضغط. متفهمه رايك، نوع من انواع الضغط عليه علشان خلاص الناس لازم تعرف. اي علاقه باكج، مش واحد وواحده زي الزوجه الاولى او الزواج الاول اللي هم اتنين بس، سواء بقى كانت مطلقه، كان ارمل، كان معاه عيال، دي باكج. فكل جوازه تانية اخرى مختلفه عن الاولى ليها مشاكلها، ليها اعتباراتها، سواء أنا كان عندي مع اطفال، سواء مع زوجه تانية، سواء كان عندي كان عندي قصه شخصيه بالمناسبه، بس مش راجل كان متجوز يعني. انا فكره الراجل المتجوز يعني بيتعرض عليا زيجات كتير وفرص زي ما بيقولوا، بس انا برفضها لان انا شخصيتي غيوره، ما بقبلش ان انا ولا اقبل اكون في الظل، ولا اقبل ان يكون في حد منافس ليا في العلاقه. ده باختيار، انا برفضها لان انا شايفه نفسي استحق احسن من كده بكتير. لكن انا كان عندي قصه يا سهير. ايوه بس انت بتدافع عن الزوجه الثانيه جدا. ما انا بس هقول لك، انا فعلا كان عندي قصه، بس كان مطلق، كان مطلق وكان عنده اطفال طفلين صغيرين، فخلاص احنا بنتخطب والدنيا ماشيه، وهو كان ظروفه الماديه يعني كان خسران فلوس قد كده في اصول اشتراها، وفيلا وعربيه وحاجات كده، ما بقاش يعني معاه سيوله. ورغم ذلك انا بنت الناس، فقلت له خلاص اوكي يلا مش مشكله، ما فيهاش حاجه، انت حد كويس قوي، وخلاص داخلين في الموضوع. الاولانيه عرفت رغم انها كانت مطلعه عينه فعلا انثى العنكبوت بجد يعني. كانت قتلاه، مموتاه نفسيا ومعنويا وفلوس وكل حاجه، وخلصت عليه، ما عشان كده طلقها، عشان كده طلقها. فالمهم هو جاي لي كان منتهي تقريبا كانسان، لا فلوس ولا، وقفت معاه لغايه ما بدا يسترد ثقته في نفسه، وبدا يبقى ينجح تاني في شغله ويقف على رجله تاني ويثق في ان بكره كويس وكده. هي عرفت بشكل او باخر ان هو هيخطب، ده معاه فلوس يعني، ضغطت على اهله، ما راحتلوش هو، راحت لاهله بالولاد، فضغط عليه من باباه، بابا مريض بقى وحالته وحشه جدا. فطبعا علشان ضغط الاسره وكده اضطر يرجع لها. طب انت شايفه ان الزوجه الاولى ما بتحافظش على الزوج احيانا طول ما هو معاها، ولكن اول ما تعرف ان هو ممكن يحلو في عينيها علشان هو لما بيشوف واحده احلى منها، لما بيشوف واحده احلى منها وناجحه عنها واشيك منها، طبعا بيحلو في عينيها. طيب هي ممكن تكون شيك وحلوه برضه. طب يا استاذه دينا، باعتبار حضرتك محاميه، ايه الضمانات اللي المفروض الست تاخدها قبل ما تبقى زوجة تانية، وليه بعد ما بتبقى مرتضية بشيء ترجع تتمرد عليه؟ هو ما فيش حاجة اسمها ضمانات، انا مش داخل اشتري عقار عشان او اخد قرض، انا دي علاقة انسانية بين الناس وبعضها، احنا اتفقنا على امر او اتفقنا على ظروف نفعت الاشخاص دي، ما لها فيش حاجه اسمها ضمان. هو انت ضمنتي ايه مع الاولى؟ او ضمان يعني فيش ضمان في المشاعر. ايوه بس هي بترتضي بحقوق منقوصه، مش حقوق منقوصه، في فرق. لا مش حقوق منقوصه. ايوه المشاعر. لا 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 لا، انت يا دينا، انت يا دينا ما بتطلبيش شبكه، ما بتطلبيش مهر زي الاولانيه. لا لا لا، ما فيش كده، في فرق بين المساواه والعدل. انت ما تطلبيش المساواه لانك انت داخله، ومش هيبقى في عدل. لا في عدل، لانه العدل في ايه؟ لا لا، ازاي ما تطلبش المساواه؟ ده تقول كلام كويس. ايه اللي انت ترتضيه؟ انا الزوجه الاولى دي معاها اطفال، معاها بيت بشكل معين. طب يعني هي مش من حقها تساوي نفسها بالاولى؟ لا طبعا، ولا ما فيش حاجه اسمها مساواه، في عدل. ربنا قال اعدلوا، ما قالش ساووا. لان انا معيش اطفال، يعني انا زوجه ثانيه معيش اطفال، هي ليها مصاريفها الاكتر، بيتها الاكبر،
ما انت ممكن يكون معاكي اطفال اكتر، لان في اطفال الثانيه من غير اطفال فما فيش ما ينفعش مساواه. لو الثانيه معاها اطفال هنعدل بين الاثنين، دي مستوى غير مستوى، دي مصاريف غير المصاريف، فما فيش حاجه اسمها مساواه اصلا. طيب عبير سوري جيهان، انت كنت قابله بشروط او بحاجات منقوصه، يعني انت ما كنتيش عايزه الصوره المكتمله، حقوقك كانت منقوصه وانت راضيه. اه ما دام راضيه يبقى مش منقوصه. بالظبط. لا منقوصه، لا هي راضيه حاجه. لا راضيه يعني ده ما يرضيني انا. طب نسمعها. طب انت راضيه عشان الحب ولا انت راضيه عشان انا 90% من شخصيتي كنت بشوفها مبنيه على او اللي انا بدور عليه هو الحب والامان الاثنين. ففي حسابات تانية كتير وقعت قوي، في حسابات تانية كتير قوي يعني اتنزلت عن، لكن مفيش امان. هو امان ازاي اذا كان اتجوز على مراته؟ ما هو ده ملوش امان اساسا. والحب وحده لا يكفي، هو توفر لها العنصرين دول او هكذا. هو هكذا ده راجل غدار عايز يتجوز على مراته. ليه غدار؟ هتحسي ازاي انه بصي حضرتك معاه بالامان ازاي؟ ممكن اقول لحضرتك حاجه، انا معجبه جدا بكلامك ومعجبه جدا بكلامها، وانا عكسكم، بس انا حضرتك شايفه ان حضرتك رايك متشدد ومش بتشوفي الجزء الاخر من ست تانية. انا اديني قاعده قدامك اهو، قلت لك انا ولا كنت عاوزه هدم بيت ولا عاوزه مشاكل ولا عاوزه اي حاجه خالص، ولا رحت اغريته مشاعر الزوجه الاولى مش هتتوجع؟ طب ليه ارد ممكن من فضلك ارد؟ اتفضلي. اه طبعا اتفضلي ارد. يعني هو ما كانش بيبقى في بيني وما بينه حوار؟ ما كانش، ما تتخيليش ان هو ما كانش بيقول انه مش مبسوط او ما فيش تفاهم؟ الجمله اللي كل الرجاله بتقولها دي ما ممكن تبقى حقيقه. طب ما ممكن تكون حقيقه وبينفصلوا بالسنه والاثنين، بدليل في طلقات من غير جوازه ثانيه. وانا هروح اخبط عليها الباب او اروح اقول لها هو انت يا فلانه مبسوطه مع جوزك ولا لا علشان انا وهو هنتجوز؟ يعني احنا ناس ماتيور وفي سن عاقل، ولا انا داخله طمع فيلا وعربيه. طب هل هنا ما بيبقاش في احساس بان انا بعتدي على طرف تاني؟ طبعا بيبقى فيه، وده هو لو حضرتك سوفت زي انا، ده اللي بيخليكي في المقابل تقبلي انك تبقي اند شيت. هو منقوصه لانك زعلانه. أيوة. لانك عندك حقوقها. انا بس عاوزه اعرف تتنازلي عن حقوقك الاساسيه جدا. لا احنا بنتكلم على لو هي في الظل وبتحب انك تتنازلي في موقع المرأة. انا عاوزه ارد على هي حضرتك، ايه المجهود اللي بتعمله الزوجه الثانيه اساسا في حياتها؟ لا بتعمل، واخد لها شقه، ما بتعملش حاجه غير انها تحط شويه ميك اب وتطلب دليفري. ليه معتبرينها رقاصه؟ هي ايه المجهود اللي بتعمله في حياتها؟ بتقول انا طلعانه عينها وبتربي العيال وبتشوف ومين اللي قال لك ان الثانيه برضه مش طلعانه عينها؟ طب ما هي ممكن تجيب عيال من الثانيه برضه. طب انت مش حاطه فكره ان الراجل هو دلوقتي ده مش رقم مهم في المعادله؟ ليه انت سايبه الراجل وقاعدين نمسك في الست؟ لا 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 معلش، هو الرقم المهم في العادله هو المعادله، هو الاسره اللي انت عملتها، مش بمزاجك تتجوز وتجيب عيل. هو حضرتك مش عيل صغير رايح مع اي حد يا فندم. هو مش عيل صغير، هو عنده اختياره. لا طب انا عايزه اطرح عليكم، بس مش عنده، مفيش حاجه اسمها مال. انا ما شفتش راجل اخد واحده الا لما كانت اقل من الزوجه الاولى. طب خلينا لا 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 بالعكس تبقى احسن. طب خلينا انا حاسه بوجعك، انا حاسه بوجعك، انا هاخد صف انا عشان النماذج اللي شفتها. انا حاسه بوجعك قوي وده حقيقي. يعني مثلا انا خالتي في واحده اخذت جوزها منها يعني كسرت البيت، كسرت البيت ودمرت العيال كمان. بس ارجوكي وحضرتك مثقفه وكاتبه، انك لازم تشوفي ان اي جريمه او اي خطا او اي ليها طرفين. طبعا طبعا انا معاكي انا معاكي. هو انتوا اعتبرتوها جريمه؟ سوري يا فندم، لا مش جريمه، يعني جريمه اجتماعيه، جريمه عاطفيه. يا جماعه ده مذكور في القران ان الرجل مش جريمه. لا خرج الدين، لا لا خرج الدين من الموضوع. مش جريمه، ده اختيار، ده اختيار. بنتكلم عليها نفسيا دينيتي يا جماعه، مش جريمه. طب خليني بس اسال ريهام ثانيه واحده في قناعه. خليني انا دايما ابقى محامي للطرف الغائب، اللي عشان انا حاسه ان جيهان وعبير مش صامدين قدامك. لا لا احنا صامدين. لا 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 انا صامده، انا مقتنعه تماما، انا مقتنعه بالوجع. هي يا حصل في اختها يا في بنت خالتها يا اصحابي اصحابي. انا شفت ناس متدمره وعيال نفسها مكسوره وحزينه. انا عارفه يا فندم، انا عارفه. انا نفسي خليني اقول لك على حاجه. انا نفسي
من ضمن الدفاعات اللي هي بتقول ان الزوجه الثانيه مظلومه ان هي ممكن تحسن علاقته ببيته. استني بس خلينا اكمل لك الراي. تحسن علاقته ببيته وسامحه على علاقته كويسه جدا بيه بالاولى وبولادها. وفي مثل مصري بيقول رايحه فين يا جديده؟ قالت رايحه اجيب حظي للقديمه. اه بالظبط. حضرتك مقتنعه بالكلام ده؟ خليه يحب الحياه. انا بقول لك الكلام ده في نظر المنطق. ايوه بقول لك وجهه نظر ناس انا بسمعهم يعني كده على الدنيا. يعني لما تقهر الزوجه الاولى هي كده حسنت العلاقه. لما توجعها وتدمرها نفسيا ممكن. لما تقهر العيال وتشوفوا امهم حزينه بالشكل دوت ونفسيتهم تتاثر هي كده صلحت. هي دمرت مش صلحتش. الزوجه الاولى بترتضي ليه الراجل يصاحب ما يتجوزش؟ ده سؤال انا سالته عشان مفيش ماديات في القصه. ليه بقى؟ لا مفيش ماديات. اه بس مش هيقرب من فلوس عياله. العاهره مش ايكوال ليا والله. اه انت عرفت واحده يعني فضل عاهره عليكي. لا لا بس ما ينفعش. ما هو واخدها هو بيصرف عليها. ما ينفعش نقسم اي ست بالنار باللفظ ده. ما بيقول لك مصاحبها. لا لا ايوه ما اللي مصاحبه راجل متجوز تبقى ايه؟ حلو يا ستي. واحده تقول لك انا مصاحبه راجل متجوز. هل انت بتشوفي ان ده تواطؤ طالما هي مش شركتها في الحياه؟ يعني قبلت عليه الحرام وما قبلتش عليه الحلال. هو اللي قبل على عشان مستحقات الميراث عشان ما تقربش من ميراث وفلوس عيالها. لا 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 مش بس كده. أيوة لا 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 أيوة. انت ما سويتش الروس. لا, لا يعني وخلاص هي بتحط في دماغها في الفلوس. بدور على الحب بدور على الفلوس بس. هو ده حب. هو اللي يعرف ما هي ست برضه بس من غير ورقه. لا حضرتك قلتي اللي يصاحب واحده على مراته. ماشي صاحب عليا ست بمشاعر. يعني قصدك علاقه محرمة دي دون ان انا ابص لها. اه يعني تقبلي يعني عليه الحرام ما تقبليش الحلال مع واحده فاسده زي ديت. دي دون اساسا ان حد يفكر ويبص لها. احنا مالنا فاسده ولا صالحه ست في الاخر؟ ولا اي حد باي صفه. طب خليني اسالك سؤال. هل دايما في قناعه برضو عند الناس ان الزوجه او ان الواحده لما بتدخل في تجربه جواز تاني لازم بيكون هو سنه كبير؟ هل ده حقيقي؟ لا انا لعبته كان اصغر مني على فكره. ده مش اصغر مني. وهو والله اللي بعرفهم في ظروفهم كده بيكونوا مش كبار بيكونوا صغيرين. واللي جالي حتى متجوز بيبقى عنده مشكله. يعني هي سايباه بقاله سنه سايباه وقاعد في بيته وهو هي في بيت هي ولادها. بس معظم النماذج يا جيهان هم الراجل بيبقى اكبر ولا بيبقى ايكوال في السن ولا بيبقى اصغر؟ ايكوال او اكبر. معظم التجارب بتبقى ايكوال او اكبر. لا الاكبر ده خلاص بقى. انا اعرف الاصغر كمان اكبر ده خلاص. بس طبعا اللفه الصح. يعني جارتها بتحكي لها بتقول لها مثلا انا جوزي مش واقف جنبي في مرض ابننا ايه المفروض انك تعمليه؟ يعني لما جارتك تجي لك او صاحبتك تجي لك وتقول لك انا عندي اولاد من ضمنهم واحد تعبان صحيا وانا طول النهار اخده للدكاتره واخده سيشن واخده مش عارف ايه وجوزي مش واقف جنبي لكن مش مشكله وبضحي وبجي على نفسي وبقول شغله اولى بالوقت دوت مع انه طبعا مرض اي طفل دوت مسؤوليه الاب والام طبعا. هل من الاخلاق انها تروح تتعرف عليه ويبتدي يبقى في بينهم مكالمات وخروجات لغايه لما تتجوزوا؟ هو ده الصح؟ لا دي ست شريرة ودي مش ظاهرة. ده نموذج فردي. حتى وإن كانوا عاداتهم موجود بس هم مش بيمثلوا النساء. عارفة نعرف كام نموذج من دوت؟ أنا خلال الأربع أشهر اللي فاتوا شفت ثلاثة أصحابي جوازاتهم اتجوزوا عليهم. وبالصدفة إن أنا في كافيه الثلاث رجالة كل مرة كنت بشوف راجل منهم مع أنا كنت بقول هو غبي. ده مراته حلوه وبنت ناس ومهذبه ومحترمه. يعني ما كانش في مشاكل مع علاقه والله بالظبط كده. مش مشاكل إيه؟ والله معلش ممكن اقول لك واحد فيهم قال لمراته ايه؟ قال لها اصلي كان نفسي قوي اجرب الموضوع دوت. موضوع ايه؟ اني اتجوز عليها يعني مغامره واعرف واحده تانية يعني كان نفسي اجرب الموضوع ده قوي. انا كان شايفه ان دوت يعني لا 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 واحد تاني والله واحد. طب زهق يا ريهام زهق. انا متعصب. زهقت. ايوه زهق. وايه اللي زهق ومال؟ هي الست بتبقى مطنشه جوزها وبيزهق. لا حضرتك ممكن تكون بنت اللي ما فيهاش غلطه. لا لا وجهه نظر حضرتك هو انا عايزه. طب حضرتك وجهه نظر بس تقولي حضرتك قولي يعني ايه عايزه اجرب الموضوع دوت؟ ممكن حضرتك انا وانت نعمل حوار؟ اتفضل قولي يعني ايه عايزه اجرب؟ عشان احنا الابوزيت خالص انا وانت. يعني ايه واحد شوفي انا متفهمه موقفك ازاي وحاسه انك اتوجعتي لاختك وبنت خالتك وعفوا ممكن تكون لحضرتك واحده جت نشنت على جوزك مثلا يا نهار اسود واحده كمان تيجي تنشن على جوزك. لا لا دي هتقتلها في
بلان عام ما تقلقيش. بس انا يعني اللي انا بطلبه من حضرتك انك يعني ما تبقيش جادجمنتال قوي كده وما بيبقاش كلامك قاسي قوي كده. طب حضرتك ممكن تفسري الجمله دي يعني ايه؟ ما حضرتك بصيتي على نماذج اكستريم قوي. طب ما احنا كلنا عارفين ان الرجاله بتجيلها حاله مراهقه في سن كبير زي ما الستات. دي مشكله الراجل بقى ان هو اللي عايز يجرب. زي ما الستات من اول الاربعينات وطلع يا فندم. طب انا ارقى زي ما حضرتك بتسالي سؤال. هي شايفه مراهقه زي ما ليه؟ طب زي ما ست زي لطيف. ما الست بتتصابى الراجل بيجي له مراهقه. ايوه لطيف دمه خفيف بيقول لها كلام حلو. بس احنا بنتحكم في نفسنا. مش اولويز يا فندم. مش الانسان القوي بيتحكم في مشاعره. انا اعرف ستات خلعت جوازها اول ما دخلت الاربعينات. مدام ريهام المشاعر عامله زي الميه. تقدري توقفي الميه؟ المشاعر عامله زي الميه. نتحكم في المشاعر يا فندم. Do you hear me when I talk? مشاعر يبقى لازم يتجوز عليها. You hear me. The only thing you cannot stop here. حاضر بالعربي. انا اسف. انا مش بهذا العقل وهذا الهدوء وهذه الحكمه. معجبه جدا. بس لو حضرتك اتجوزتي وكنت انت الزوجه الاولى او الزوجه الوحيده حلو وهو حب او يعني ربنا يعني اتجوز عليك هيبقى رايك هو نفس موقفك ده؟ اقول لك حاجه وما تتخضيش مني. لا مش هتخض. ولو امي بتتفرج عليا دلوقتي هتزعل جدا. انا شايفه انه من حقه بس ما يجيش على البيت. لو بصراحه لان ده في لب ديني. انا عندي انا مقتنعه مع مدام هاله. مدام دينا هل يعني عندها هاله مختلفه؟ اوكي يعني انا اقبل انه اكزامبل قدام ولادي انه مصاحب وحرام وانه مش يتجوز على انه مش يتجوز. لا لا يتجوز. انا عايزه اقول لك على حاجه يا سمية. انت بتقتنع بايه المبرر؟ هو ممكن يموت وما يتجوزش. ايه المبرر اللي يقنعك؟ لو هو قال لك يا ريهام ثانيه يو كانوت. انت مش جايبك استاذه جيهان ربنا. ايوه لو هو قال لك انا حبيت هو ده اللي يقنعك اكتر ولا انا انت عندك تقصير؟ انا هحس اكيد انه حب واكيد اني قصرت في حاجه لان مفيش حد بيرفكت اول ذا تايم. مفيش. احنا بنقصب. بيجي لنا وقت بنتعصب على اولادنا. طبعا يتحملها. انا عندي قصه ثانيه معلش لازم اقولها. لا طبعا بيحب الاثنين. ان انا مش منطقيه. انا هي سالتني سؤال ارد. اوكي انا شايفه انه من حقه. وانت هتبقي واكون ذكيه واصاحبها وهتبقي بنفس الثبات وتصاحبيها وصاحبها يا فندم. حضرتك قولي كلام نقدر عليه. يا فندم هي بتقدر. طاقه البني ادم هي نموذج في الحياه. هو هي تقدر. وفي ناس بتصاحب على فكره. هو قايل لي هو جاي يقول جه صريح مش كداب. جه صريح ما لعبنيش. بس انا عايزه اقول لك يا ريهام هل هو اول ما تقصري لازم يذبحك؟ مش لازم. ولا يقف جنبك وتحاولوا تصلحوا العلاقه؟ يا فندم حضرتك يعني الاستاذه جيهان قدرات خاصه. مش اي حد يقدر يعمل كده ومش اي حد. هو ليه الناس كلها لازم تبقى زي فكرة حضرتك؟ يعني انا اللي اعرفه لما تكوني الاولى. قولي لنا التجربه الثانيه. لما تكوني الاولى من حقك ان انت ترفضي الثانيه تمام. طب اللي هي خطفت جوزها خطفت لا انا اعرف حد واحده خدت من الاولى. خلينا نشفر كلمه. لا ما انا هقول لك عشان هي قالت الكلمه دي خطفت رجاله. هي خدت الراجل من مراته الاولانيه وكان سبب في خراب البيت وطلقها وخلعته. خلينا بس ما نوصلش. انا هكملك بس قصه. انا بتكلم عن قصه واقعيه من الواقع. انا قدامي حصلت قدامي. واحده يعني عرفت واحد اوكي وهو عنده بيت مستقر وعنده طفلين وكل حاجه. الاولانيه بنت ناس جدا وعرفت قامت خلعاه. الثانيه اللي هي خدته اتجوزته وبعد كده لما جاي يعرف عليها حد رفضت ووقفت وتصدت وقالت للجديده بقى اللي هي بقت الاولى خلاص لان هو طلق الاولانيه. فالجديده بقت بالنسبه لها هي الثانيه. رفضت الجواز وتصدت ليه؟ قالت انت خطفت الرجاله. انت كنت رغم ان هي كانت كنت الجديده يا عبير. كنت انت الجديده. That's a good question. بس انا رفضت ان انا ابقى موجوده ان خالص. انا رفضت القصه تماما وقلت لهم لا ولا هذا ولا ذاك ومش عايزه خالص. طب هو المشكله على فكره هنا في لا حضرتك عاطفيه. انا خلي بالك انا كنت مخطوبه هو كان هيجيب عليك واحده وانا ببص للامور بشكل كان هيبقى فيه رأي. لا ده رجع لها وهو خطبني محمله اسره كامله ثانيه كل حاجه. جاي هو رجع لها وهو خطبني اساسا يعني
هو رجع لها واحنا مخطوبين. فانت كنتي اساسا انت خدتيه من مراته الاولانيه وخربتي بيته وكنتي الثانيه، وبعدين انت بقيتي الاولى وانا الثانيه. رجعت تقولي على واحده خطفت رجاله، وانت كنت خطفت رجاله اساسا. فانا بيني وبينك لقيتها بغض النظر عمليه معقده. هو اللي محسسني الراجل ده رايح جاي هو بيتعامل مع اي معيل بقى. طب هتتجوزي عيل لما تسيبيه الغلط؟ يا ريم خلينا بس نتحفظ على جملتين، ما ينفعش نوصم حد ان هو خطف رجاله ولا انها خدته. ما هي على حسب دي على حسب يعني تعبيرها، هو على حسب تعبيرها هو فعلا في بتاخده يعني. احنا هنضحك على نفسنا يا جماعه، ما فيش واحده بتلف على واحد ما عندوش خبره رجاله على زوجها. يا جماعه عشان احنا كده فعلا بنوصم نفسنا كاسر. لا 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 من حقنا يعني من حق الزوجه الثانيه تتجوز. ايوه هو في من الناس بقوا من انا لو اتجوزت على مراته ولا حاجه بس عشان الناس، انا مش بدافع عن الزوجه الثانيه. بس هو انا خطوبه وست مفيش جواز، لا ولا اتخطبت ولا. بس هي الفكره كلها ما فيش حاجه اسمها انا خطفت راجل وانا اخدت او في اتنين. هو الراجل ده مش كائن يعني ايه وانا يتخطف ازاي؟ كرسي هو طول بني ادم برغبته. وبعدين مدام ريهام وانت ست زي القمر كده، في حق انت تقدري تخصبي ابنك ابو 5 سنين يلبس تيشيرت معينه وهو نازل؟ لا هو لازم يقعد معايا، لا هو لازم يطلقني، لا لازم، لا ما فيش بالعافيه. لما بيبقى اللي عايز يطلق مراته مع الف سلامه ويطلق ليه؟ ويطلق ليه يا فندم؟ وهي بقى هي كمان تحب ولا مش هتعمل ايه؟ طب ما في ست ولا هو حب على روحه وتقدم بيه؟ لا 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 هي بترضاش، هي بترضى مخصبة ولا مخصبة ولا حاجة؟ لا لا مقهورة. ليه ليه ليه؟ لا لا هو بتحب ولا بنتكلم على الزوجة التانية؟ لا الزوجة الأولى بترضى وبتعيش وبتختار الحياة. لا 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 برضى. لا 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 طب أنا هقول لحضرتك حاجة. ليه؟ المادية. طب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا مطلقة، أنا كنت متجوزة ومطلقة. انا من الحاجات اللي زعلت اهلي جدا مني ان انا كنت رافضه الطلاق مع كونه هو خان، يعني هو خاني انا، وزعلت جدا وجات لي ديبريشن لان انا كنت عاوزه اصمد واللوب دوت السلوب ده ينتهي وينعدل في حياته الزوجيه ممكن تاني ممكن. اوكي فمش كل الستات عاوزه الطلاق، مش كل الستات عاوزه الطلاق. مش كل الستات عاوزه الطلاق. ده بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه. يعني انا لما كنت بيبقى فيه حاجات بتحصل في حياة أي زوج وزوجة بتاخد وقت سنة سنتين ثلاثة، هي بتبقى مرحلة نحط ايدنا في ايد بعض ونعديها، مش قاعدين مستنيين الفرصة مدام يلا اتجوز يلا مدام اخربها مدام أكتر. مدام ريهام نحط ايدنا في ايد بعض ازاي؟ مش دقيقتين أنا شخص وده شخص، ده دورة دموية وده دورة دموية، ده حديث وده حديث. أيوة. لازم أكون أنا ويلينج. أيوة. مش كل حاجة بتيجي من جوه يكون عندي الرغبة، يعني يكون عندي الرغبة إني أكمل. هو لازم يكون الطرفين عندهم الرغبة إنهم عايزين يصلحوا العلاقة. علشان إحنا وقتنا خلص، في كلمة لما تيجي فكرة الزوجة التانية ظالمة أو مظلومة خطافة واو الوصم ده، تقولي إيه في كلمة؟ أقول مش حقيقي وأسكت لأن كل كيس ليها قنن. أحييكي بشدة. مش خطافة وانبسطي وعيشي، عيشي حياتي. لا مش وعيشي. جوزي وعيشي زوجة تانية برضه. اوكي مش مشكلة استاذة دينا، تلتزم بما اتفق عليه. ما تخالفش الديل اللي تم في البيت. انت تفتتي في الظل وما تخالفيش، ارتضي بشيء تكمله للاخر. انا عارفه هتقولي هي تاخد من اعمالها تحصل لها، هي رضيت بكده ارتضت بشيء ترتضي للنهايه طبعا. بس هي بترتضي بالاهانه والمهانه. لا هي حره. هي حره، هي حره في تقديرها طبعاً. استاذه ريهام في جمله هي اداه للشيطان. يا ساتر يا ساتر ليه كده؟ هي دخلت تدمر أسرة وبيت وأولاد. معلش هي بصة من سكوب واحد. أو ممكن تصلح البيت والأسرة والأولاد. هي يا ناس هتصلح. أنتوا جايين تخزوني النهاردة هتصلح إزاي؟ هي لما تاخد الراجل في حضنها هتخيل حياة حلوة. يبقى هو حابب حضنها يا ساتر. لما تحرق دم الأولانية كده بقت بتصلح. هتديله شغف يا ريهام. اهدي بس يا ريهام، هترجع الشغف يا ريهام. طب بس صلي على النبي. هترجع الشغف يا ريهام. صلي على النبي. أنتِ كيوت جدا وأنتِ متعلقة. خلينا لينا 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 ل
فدي معرفش تستحق الوصم ولا لا، وانا ضد الوصم لاي شيء، لكن يعني ايا ما كان مفيش حاجه اسمها بتخطف حد ولا انها خدت حد، لان الراجل كائن مستقل وعنده يعني كل قواه العقليه. فلسه عندنا الحلقه مستمره، اشوفكم بعد شويه. لا اله الا الله. التالي جينا نجيب الريحاني في ضيافة الستات. سي عمر هو نفسه أبو حلموس اللي عمل لعبة الست وجاب غزل البنات وضرب المثل في سلامة في خير، وفضل معروف بكشكش بيه، وكلهم راجعين لمشخصاتي واحد قدر يضحكنا ويبكينا وينصحنا، اسمه نجيب الريحاني. من حلة دي هي من أخوات كده صحيح، بس يعني أخوات مش هي أخوات من أب تاني. حنية وهدوء ورزانة عقل، وقبل كل ده موهبة جبارة. توليفة عملت اسم واحد من أهم رواد المسرح والسينما في مصر والوطن العربي، واللي كشفت بنته الوحيدة جينا إن حياته في بيته ما اختلفتش عن الشاشة، رغم إنها عاشت في حضنه 3 سنين بس، إلا إن حكاياته عمرها ما انقطعت عنها. فنجيب الريحاني أشهر من النار على العلم. مظبوط، ماشي يتأمع، ولو نتأمع دي ألفاظ طباخين ما تأمعش إلا البامية والفاصوليا، لكن ماشي يتأمع، أمعكم عفريت أزرق. أسطورة فنية ما بخلش على الفن لحظة، وصنع جزء كبير من المجد المصري في السينما وفي المسرح. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. وبقى حدوتة مصرية أصيلة حببت بنته في مصر وخلتها تتجوز مصري وتدور إزاي تخلد اسم أبوها أكتر وأكتر، فتعيش سيرته وفنه ويتخلد حبه في قلوب كل عشاق السينما والمسرح. مش موجود وصايف. طب يا فندم مش موجود، مش موجود، بتزعل ليه؟ السلام عليكم. وبنجد تحية لكل مشاهدين وفي ضيافتنا، يعني شخصية من الشخصيات الرائعة اللي أنا قابلتهم في حياتي، يمكن من تقريباً من 15 سنة كان أول لقاء، ويعني أقنعتها بالعافية أنها يعني تظهر في الإعلام حتى لو كان مكالمة تليفونية. ومن يومين وتحديداً يوم 8 يونيو كانت ذكرى وفاة واحد من أشهر الرائعين في تاريخ الفن العربي. هو من أصل عراقي، ولكن هو عنده أسلوب خاص به وتاريخ مهم جداً خلاه يبقى الناس بتسميه الضاحك الباكي، وكان من رواد المسرح والسينما في مصر والوطن العربي، ومر بكتير من المراحل في حياته، وعنده تفاصيل كتير وعنده تاريخ كبير، ولكن يبقى ان هو علامة مسجلة للجودة ولكل الحاجات الرائعة. ومنورانا النهاردة صديقتي الجميلة جينا. يا جينا وحشتيني. يا حبيبتي مساء الخير. مساء الفل والجمال. واول حاجة انا اقول مساء الخير الستات الجميلات اللي قاعدين دلوقتي في بيوتهم، وان شاء الله معاكم كل العيلة. وبعدين عندي طلب صغير كده، بليز يعني تعلموا بقى الاولادكم احفادكم مين نجيب الريحاني، مثلا تكلموا عنه، اتفرجوا على افلامه مع بعض كده، عشان بس عشان الذكرى بتاع نجيب يفضل على طول على طول على طول. وبعدين بالنسبه انت بتقولي تاريخ طويل، نجيب تاريخ طويل قوي قوي قوي، لكن مع الاسف افلامه شويه، في 9 بس وفي 2 كمان مش باينين خالص. فاقول اصلي اقرائي، نعم جده أو جدي انا ابوه من العراق، بس هو مولود في باب شعريه في الدرب مصطفى. يعني استاذ نجيب الريحاني موجود في باب الشعريه، لكن مولود في باب شعريه. والده ايراني. ابوه نعم أبو إيراني، لكن موصل. هو مصري من موصل. نعم من الموصل. من موصل بس كده. وجوز هنا في القاهرة واحدة لبنانية. دي غير مامتك. دي أبوه. أبوه اللي جوز وهي دي تجاب نجيب وأخواته.
يعني هو مامته لبنانية وهو اتولد في باب الشعرية لبنانية. أيوة من الموصل. يعني أيوة. جامعة الدول العربية. أيوة كده يعني. جامعة الدول العربية. طيب خليني بس مع الأسف زي ما تيجي التاريخ طويل 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 ونفسي كده دلوقتي كنا عايزين أفلام أكتر. بس هو كان بيعمل أفلام مسرح بس. كان بيعمل مسرح أكتر والمسرح ما أيوة سجلش. عشان كان بيحب المسرح وده مسرح ده بالنسبة له هو حياته. لكن أفلام عمل أفلام ليه؟ علشان بس عشان حاجة يعني يستنى بعد كده. وبعدين الممثلين والممثلات اللي عنده في الـ في الـ في الـ في المسرح قالوا لا جماعة خليكم معايا خليكم معايا الأفلام يعني مش ده كويس. والتانيين طبعا كانوا بيجروا ليه كانوا بيجروا ليه الأفلام الممثلين والممثلات ليه تقولي ليه عشان ايه ليه خلينا نعرف عشان ليه عشان فلوس خلينا عشان ماديا السينما كانت اقوى ماديا من المسرح وما زالت. خلينا نطلع فاصل نستسمحك نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا الشيق ونتعرف على الشخصيه الجميله دي. جينا الريحاني ابنة الراحل نجيب الريحاني والتي حرصت على زيارة قبر والدها وأحياء الذكرى 73 له رغم أنها لم تقابله إلا وهي في 9 من عمرها ولم تكن تعيش معه سوى 3 فقط. ورغم ذلك لم تنسى جينا الريحاني والدها الفنان الذي كرس حياته للمسرح المصري. ومع أنه لم يقدم الكثير من الأفلام في السينما إلا أنه عاش في وجدانها ووجدان كل الشعب المصري لعشرات السنين منذ رحيله وحتى الآن. جينا الريحاني خففت الدم مثل والدها وكما قال المثل اللي خلف ما ماتش. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين نورانا الجميلة جينا نجيب الريحاني. انت كنت في زيارة المقابر يوم الخميس اللي فات يوم 8/6 يوم 8/6 يعني نفسي كده ناس كتير بيروحوا القبر عشان يوم 8/6 يروح يزوروا نجيب الريحاني يزوروا نجيب يعني قالوا فتحة وكده يعني هيفرح أكيد هيفرح عشان يحس كده في ناس لسه بيحبوه. ما احنا بصي بس هي ده كتير كتير ناس بيموتوا كده وبعد سنين وسنين ما حدش يعني يتكلم عنهم مش كده يعني الناس العاديين وحتى الناس الكبار مش كده ولا ايه؟ ليه عندك احساس ان هو مظلوم وان الناس نسيته؟ هو غير قابل للنسيان يعني هو علامة من العلامات التي لا تنسى. يا شيخ بقى أنا بصي بقى طول حياته كان الجمهور وكل يعني كل حياته كده بيجيب مسرحيه بيعمل 80 مسرحيه وكل الجمهور 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 لو الجمهور يعني طبعا هو كان نفسه كده يمثل حاجه تانية حدد على جنب عشان بعدين ودلوقتي بس الجمهور مهم مهم الجمهور يا ناس الجمهور ما تحبوا كمان زي ما هو كان بيحبكم ده انا نفسي فيه يعني أيام لما هو كان لسه عايش أنا مش عارفة كده الناس كانوا بيحبوه قوي لكن دلوقتي ما احنا عارفين الجيل دلوقتي صغيرين بين 10 و20 سنة تقول نجيب الريحاني ها ده ما ينفعش خالص يعني كل لما أتكلم مع الناس الكبار أنا أحب نجيب الريحاني قوي 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 ده طبعا. طيب انت نفسك الاجيال الصغيره انا نفسي كده الناس الكبار بيعلموا صغيرين يحبوا نجيب الريحاني هم اكيد هيحبوا نجيب الريحاني ما تقولوا ما تقوليش كبار الصغيرين نقول لهم زي ما قلت دلوقتي نعلمه بقى نفرقوا مع بعض الافلام ونقول ده عمل وعمل وعمل بتشوفي الافلام مع ليلى مراد وخاصه الفيلم اللي بيقولها انا اروح في النار ولقح جدتي وبيغني معاها ودي برضو من الافلام اللي اكيد كل الاجيال لما بيشوفوها بينبهروا يعني الاجيال يا ريت الاجيال فاضيين يفرجوا الفيلم بتاع الابيض واسود يا ريت
يعني انت شايفه ان الاجيال الجديده ما بتتفرجش على الابيض والاسود؟ ما هو ده كمان بكتير خالص نتفليكس وستريمينج وحاجات من دي بكتير خالص، لكن افلام بتاع زمان ايه ده. طب عندك افكار تخلي الاجيال الجديده تتفرج؟ يعني مثلا نشوف الاستاذ حنان. ده المهم قوي، ده انا عايشه عشان كده. انا عايشه بس عشان يعني. طب ايه قول لنا ايه الافكار؟ ما انا قلت يا حدي يا سهية، ده من 20 سنة انا عمال بخبط في البيبان عايزين تمثال نجيب ريحاني. يستحق طبعا. ده حاجة مش كبيرة، حاجة صغيرة يا الناس. ما فيش حد ممكن يساعدني، وانا بكلم دايما بكلم نفس الكلام. طب هو لما انا عايزين تمثال حلو في المهرجان في وطلعت حضرتك استلمت جائزة التكريم بتاعه في مهرجان السينما بالظبط كده، طلبتي بالتمثال ولا ما طلبتيش؟ والله يعني وقتها مين كان وزير الثقافة وقتها؟ هو فاري حسني. طب ما قلتلوش عايزين تمثال؟ معنى بخبط الباب الوزير ولا مكتب الوزير، بس طبعا عشان جينا ما فيش معاد خالص. مرة الوزير كان مع المدام ومره كانش موجود ومره يعني جينا طنشوني خالص هناك. انا رحت عند ده ولبعده انا رحت عند كلهم، بس انا من اسكندريه، لو كنت ساكنه في القاهره كنت رحت خبط كل يوم ها الميعاد فين. قالوا حاضر مدام، حاضر هنعمل. نفسك يتعمل له تمثال وايه كمان؟ تمثال، بس التمثال مش تحط في اي حته، لا بتحط في جنينة الأزهر أو حديقة الأزهر. ليه؟ اشمعنى حديقة الأزهر؟ ليه ما رحتيش لسه؟ لا رحت. ده كله جميل وشجر وأخضر. انت شايفاه مكان رائع. الناس بيفسحوا يوم الجمعة، العائلات بيروحوا هناك. لو ده مثلا تمثال نجيب مثلا صغيرين كده بيبصوا بيقولوا إيه ده مين ده؟ الكوباي يشرحوا له ده، ده كان عندنا كان. بس المهم انا عملت حاجه كويسه كده، انا الحمد لله. ايه بقى؟ في مدرسته في باب الشعريه خرنفش، يعني مدرسه خرنفش، عملت مكان فيه صاله امتحانات، ومن صاله امتحانات انا غيرته للمسرح. عملت مسرح في مسرح دلوقتي، ومكتوب من بره يعني مسرح نجيب ريحاني، يعني حاجه كده طول التلاميذ هناك عارفين. في واحد كان اسمه نجيب ريحاني وكان كده. ده كويس، ده جيل ورا جيل ورا جيل بيشوفوا المسرح وبيشوفوا صوته وبيشوفوا الكتابه ما بتفكريش مثلا تعملي جايزه باسمه؟ ما جايزه كمان يا شيخ، جايزه كمان في المهرجانات من الحاجات المسرح الكبيره. نعم، في المهرجانات الكبيره، مهرجان المسرح القومي، يعني مهرجان المسرح العربي، في ايه جايزه نجيب ريحاني احسن كوميدي، احسن ممثل كوميدي، احسن ممثله كوميدي، في حاجه يعني مش بيكلف كتير. بس ايه حاجه كل سنه. انا بقول دايما حاجات لما انا مش موجوده معاكم تبقى في حاجه لنجيب ريحاني هنا في البلد. طيب دلوقتي انت على الهوا، لو تبص الكاميرا وتوجهي رساله للدكتوره نيفين الكيلاني وزير الثقافه الحالي تقولي لها ايه؟ يعني نفس الكلام اللي انا اقول دلوقتي حضرتك، يعني انت سمعتيني كده. ده من 20 سنه من ايام فاروق حسني عماله بروح بيجي عشان مش بروح على بطلب التمثال نجيب ريحاني في جنينه الازهر. واحد جايزه احسن كوميدي، احسن مسرحيه كوميديه، واحسن ممثل واحسن ممثله كوميديه. بس حاليا دلوقتي ده لسه فضل، بس ده حاجات يستنى بعد كده. ما تروحش كده واحد فيلم مثلا برضو في فيلم ما عادش على طول او سي تي ولا حاجه يعني برضو. شفت نجيب ريحاني وعندك كام سنه؟ 9. كان تسع اول مره شفته اهو وعندي 9 سنين. اول لقاء بينكم بقى اشرحي لنا كده وصفيلنا. ايوه احكي لك بقى. قلت تتنسي طبعا، انا عارفه كده. انا ماما قالت في طبعا من زمان، كان يوم الاحد كان في لبس خاص يعني بتاع يوم الاحد بالاحد. فانا قالت لي ده ما كانش يوم الاحد، ده كان يوم الثلاث. فقالت لا البسي اللبس بتاع يوم الاحد.
ليه؟ قال لا عشان في ضيف جاي. ما احنا جينا ناس مش كتير بس ضيف عشان البس حاجة كويسة يعني. طيب ماشي. جه هو من لازم اقول لك انا مولودة في الحرب، حرب هتلر يعني قبل حرب هتلر كده، عشان كده مش ممكن ماما بتقول. وبعدين كان بيسألوا كده في المدرسة كده مين أبوكي، أنا ما كنتش أعرف. وماما بتقول دايما دلوقتي في الحرب بيحارب كده بيحارب كده ضد الروس. وبعد كده لما يجي لما خلص الحرب هيرجع. بس كده هي كانت بتقول لك هو في الحرب ولما هو في الحرب هو في الحرب دلوقتي بيحارب الروس. طيب لما جه بقى يوم الثلاثاء بس كان ايه انا لما طبعا هو جه 46 لما جم من روس من روسيا ومن يعني من الاتحاد السوفيتي وربط ايوه كده كان زمان كانوا ده كانوا كده ولبسوهم بقى خالص ده يعني. طب نرجع يعني بقى لل وجاي واحد كده عمر كده شفتيه بقى لقيتيه عمر ايه ده وده كان في الحرب يا سلام ولونه يعني اسمر شويه ايه ده اسمر شويه استغربت يعني ما ان هو ده مش شكل حد جاي من الحرب ايه ده كده وكده فعليت لك ايه بقى واستغربت فهو جاب لي بصي بقى هو جاب لي عروسه في مش عروسه بلاستيك لا عروسه حلوه كده من زمان كان في موضه زي صيني صدقي زي صيني كده زي فناجيل صيني كده عروسة كده ولبسة كده حاجات تريكو يعني خوشي كده لبسة فستان جابت ده وجابت لي طبعا شوكولاتة طبعا أنا ما أعرفش إيه شوكولاتة ما عارف كده في شوكولاتة كده فأنا قلت ماسي وبعدين يعني مع الكلام وأنا شايفة بصي بقى أنا شايفة كده ماما وهو الديف ده كده وهي قلت ما شفتش أبدا حاجة زي كده كانوا يعني كانوا بيسلموا عليهم مع بعض كده يعني عارفوا بعض من زمان فبعدين هي قالت لي هو ده أبوكي إيه أبويا ده جاي لسه من الحرب جاي من الحرب إزاي لا ما كان هتلر خلص هتلر كان مات يعني قبل هتلر ما مش هتقدر تتكلم علشان بعدين يعني في سجن لو مش ألماني لو مش آري مش آري لازم يكون واحد آري واحد شعر يعني أصلا هل هو ممنوع انها تتجوز حد غير ألماني وقت هتلر ألماني أو آري آري أي من أي بلد عشان كده هو خبى الجوازة أو خبى الموضوع ده لازم ماشي وبعد كده فشوية مش يعني تفسه هي مش على طول ما مش معقول يعني كده مش معقول احبه على طول ما اعرفوش ده واحد راجل فطبعا اول راجل انا كان عندي جدي في البيت جدي ام ماما بس يعني كان راجل كبير فده جالي بقى وحبيته على طول يعني بعد مش اول يوم لا بعد كده وبس بس انت اسمك مش مكتوب فيه نجيب لا الحين. مش مكتوب لا ليه بقى لا اولا انا غيرت لما جوزت هنا غيرت الاسم وغير كده كان الاسم زي ما بقول لك كده الاسم بس مكتوب في شهاده الميلاد بالظبط كده بتاع الكنيسه علشان هناك كان كله طبعا الحرب وكان كله يعني حتى كمان كنيسة كده يعني جاء لي قنبلة فده مشكلة كبيرة فطبعا أنا غيرت اسمي أنا على اسم جوزي جوزك مصري وهو اللي كان منعك تطلعي تتكلمي عن نجيب الريحاني ما كانش عايز حد يعرف إن أنت بنته لا هو ما كانش عايز أتكلم مع أي حد كان بيغير عليكي بابا 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 حبيبي ده كان بيريق عليا جدا 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 كان بيحبني قوي 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 فانا ده يعني برضه يعني لو ما كانش بيريق عليا ما كنت عمر يتغار عليكي طبعا بس انت طبعا بصي بقى فرق كبير كان في السن
وبعدين ده قمر أكبر منك. وبعدين قمر بقى واجنبيه طبعا خايف 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 قال لي يا خالص. انت عرفتيه امتى وفين؟ انا عرفتيه في القاهره. عرفتيه في القاهره؟ يعني انت جيتي قعدتي بعد كده مع بابا ولا كنت بتيجي تزوريه؟ لا 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 ده من زمان بعد كده. لا كنت باجي. بص بقى احنا كنا في الصيف احنا كنا في باريس وفي الشتاء انا كنت هنا في القاهره. ايوه انا كنت بتقضي الشتاء مع بابا في القاهره. مش شتاء كله لا فتره اجازه المدرسه بس. اوكي بس يعني شفتي مين من الفنانين مع بابا لما كنت بتيجي؟ اسكتي بقى. اسكتي بقى احنا شفنا حاجه ما شفناش حد. احنا كنا في شقه كده في الجاردن سيتي في وش لاميديو في مطرس لاميديو وهو كان بيجي لنا وجاب الكل كلب معه لكن ما شفناش حد. ليه؟ الله ليه؟ مين كان موجوده في ذلك الوقت كده؟ مين كان موجوده في القاهره؟ بديع مصابني. هو كان بيحب بديع مصابني؟ لا ده كان مصلحه علشان كان عايز يروح امريكا الجنوبيه وبديع معها هي عشان كان عندهم اوبريت البرنسيسا ويقدموا هناك في امريكا الجنوبيه علشان في بديع عندها اصحاب سوريين كتير هناك يعني في مصلحه في علاقه كده عشان ليه اشمعنى امريكا الجنوبيه ليه عشان ايه يعني الشغل ما كانش ماشي قوي كده في القاهره فقالت يلا نروح هناك لكن مش كده لا كون انا مراتك كده ده شرط ده شرط البعديه ده شرط البعديه وهي عندها اصحابها وهي يعني هي المصر يعني كده هي اشترطت عليه انه يتجوزها عشان يسافر معاه بالظبط كده كان كده ولما رجع بقى كده كل واحد يعني طيب الروايه كدا. اللي بتتقال ان والدك استاذ نجيب اتجوز ماما بعدين اتطلقوا وبعدين رجعوا تاني وبعدين اتطلقوا. لا خالص طلق ايه ده مسيحي ما فيش طلاق هنا. هنا لا امال بعد عنها ليه؟ بعد عنها ازاي يعني مش هي انت لحد 9 سنين ما كنتش تعرفيه ايوه الفتره دي كانت بعيده إيه؟ عنه استنى بقى بيجي ازاي ده حرب مش ممكن ما فيش ولا مراكب ولا تليفون ولا 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 جوابات ما كانش فيه هيجي ازاي ما هو ده المشكله يعني اول ما حب خلص من هنا رجع يعني ماما ما كانتش زعلانه ان هو خانها ان كان في خيانه اصلا ازاي يعني هو عارف ستات لا 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 استنى ألف 1920 ماما روحت تمام سابته بقى هو جوز بديع تمام سابته ماما وراحت باريس وبعدين تيتا بتاعتي شافت ماما بتحب واحد مصري فقالت لا مصري ايه لا 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 تجوز واحد من بلدنا فأختها جابت العريس لماما ماما جوزت 24 سنة 24 1924 يعني اتجوزت بعد بابا لا جوزت حد تاني جوزت حد تاني غير بابا غير قبل كده طب يعني انفصل اهو اتطلقوا ايوه استنى وبعدين وبعدين قعدت 4 سنين مع الراجل ما طلعت 4 سنين بس سنة 28 وجوزت 36 في باريس تمام يعني رجعت تاني للاستاذ نجيب سنه 36 نعم رجعت امتى للاستاذ نجيب يا 36 نعم سنه نعم. 36 ايوه صح وفضلوا مع بعض للاخر كده وكده انه بتوين يعني كده رايح جاي طبعا 36 37 الحرب 39 بس ما فيش حاجه استنينا غير 45 شمينا نفسنا شويه
كهو 46. لما انت شفتيه بقى كان انت بقى عندك 46 سنين. كانت 9 سنين. هذا كان هاي خصوصيتي ايام الحرب، واحد بيفكر بس في نفسه ويلحق. طب انت ايه اللي تفتكريه منه؟ كان بيغني لك حاجه؟ لا مش بك... لا لا, لا مش بيغنيني لا 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 مش بيغني، كان بيحكي لي قصص، قصص فرنساوين، فرنساوين بالفرنسيه. فرنسيه كان ده كان بيحكي لي، مش فاكر طبعا اني كتاب، مش فاكر الكتاب بس، لكن كان قصص. انا بس بيغني لا، لا بيغني لا خالص. ما كنت تخرجوا تتفسحوا وبياخدك معاه المسرح؟ يس يس يس. بصي بقى ايوه تحت كنا نتفسح كده في باريس فسحه يا جينا. يا بصي بقى، كان في جاردان دي لوكسمبورغ كده، ده كان دايما احنا كنا نجمع هناك. كان في مكان وقدام المكان كان في تمثال مش عارف ايه، يعني زي غزال، حاجات كويسه كده. كنا دايما نقعد هناك يعني، انا كنت بلعب شويه كده بكوره وبس. لا خلينا بقى في المسرح. المسرح كل يوم الاحد في مسرح، يعني مسرح كل يوم، مسرح اطفال، مسرح اطفال يعني زي أرايس كده، مسرح اطفال بس. كنا دايما نروح هناك. وبعد كده تصدقي صحيح غير دلوقتي المسرح موجوده، غير النهارده موجوده، ولغايه النهارده بس برضه اللي انت كنت بتروحيه لغايه النهارده المسرح موجود هنا. ايوه وصورت كمان مسرح فخانة جدا. لكن ما كانش بياخدك هنا المسرح في مصر في المسرحيات تشوفي هنا الفنانين؟ بصي بقى يعني، بصي بقى انا عربي ما فيش، احنا كنا بنتكلم فرنساوي. فياخدك المسرح مش هتعرفي حاجه، مش عارف اضعف بس كده. كان مسرح سلطان حاجه بسلطان، المسرحيه كانت حاجه اخر واحد كده، اخر حكم حاجه حكم عرقوش. سوري حكم عرقوش. حلو. وبعد كده برضه بالنسبه لحكم عرقوش كان مره عند فاروق. وبعدين فاروق عايز حاجه منه، فنجيب قال البديه خيري. الملك فاروق. نعم ملك فاروق. الملك فاروق على بديه خيري. قال له هنعمل ايه؟ حكم عروش بديه لا 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 بقى ايه حكم عروش ايه مين لا 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 خالص قدام الملك لا 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 خالص هيقول. فلا ماشي هنعمل حكم عروش. طبعا الجامعه عملوا حكم عروش فصل واحد، حكم عروش فصل واحد. وبعد كده الملك فاروق طبعا المفروض بعد اللي بعد الأرض المسرح في عشاء في الراستين عشاء كده، فداخلين جوه هو والفرقه داخلين جوه عشان عشاء. لقوا ايه بقى فضلات بتاعهم هما بتاع قبل كده، سابوا حاجه مش معقوله. فنجيب قال الله يا جماعه، مش احنا عشينا قبل ما جينا هنا؟ مش ضروري هنا. شوف الشتيمه يعني في الفتره دي بقى كده بقى عيب كده ان هو جاسوس الماني بسبب المسرحيه دي. حرام يعني كده، لا ولا جاسوس الماني ولا حاجه، الماني ولا حاجه، انجليزي. لا انجليزي لا، انا بسمع كده انجليزي بس لا خالص. فطبعا مصطفى امين بتاع الجرنان الاخبار قال النجيب خلي بالك كده، في عايزين العساكر الانجليز عايزين يمسكوك علشان بيقولوا كده انت جاسوس انجليزي. فراح اخد بعضه كده راح مصر الجديده، استخبى هناك مش عارف قد ايه، كام يوم مش عارف ايه كده. طيب قولي لي بقى، ده بالنسبه للجاسوس. بس الانجليز وحشين خالص. سنه 32 كرشوه من المسرح بتاعته فعلا. كرشوه سنه 32
كرشوا من مصر بيعملوا الجيش الانجليزي عملوا كده كانتين يعني كده عشان اساكا بياكلوا ده فيه سنتها كده كرشوا هيك. فطبعا غلبان كده في الشارع فاعمل ايه بقى كده بحاول اروح يعني اعمل حاجه في الجزائر وفي المغرب يعني كده شويه راح الجزائر ومغرب اعمل شويه رجع تاني. وبعدين قالوا الامير الخوري ده قال له تعالى فرنسا تعالى فرنسا في ما هنعمل فيلم طبعا ما فيش. فراح هناك ليل أجرة كده ما فيش خالص 500 جنيه بالنسبة له هو ده كان ما فيش خالص. وبعدين السيناريو زبالة زبالة فما عملوش لا 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 المير هو ده اللي هو ده المنتج قال اسمع انت ياك لا لا غير لا لا كده لا يعني السيناريو لازم تتغير. المنتج قال لا السيناريو كده او مع السلامه. عامل شغل بالعافيه كده برضه جميله جميله خالص بس بالعافيه. وبعدين قال بعد كده بعد ما رجع مصر قال لو انا شفت واحد يعني ياقوت انا بكلم ياقوت لو واحد انا شفت واحد كده زي ياقوت في الشارع كنت بمشي بشبشب من وراك عايزه اضربه بشبشب قد كده هو مش مبسوط من الشغل بتاعته. طب قولي لي انت محافظه على رشاقتك كده ازاي؟ انت ما شاء الله نموذج كده للجمال بتلعبي سباحه وبتاخدي ميداليات. ايوه حبيبتي ايوه طبعا كده انا السباحه في نادي سبورتنج في اسكندريه مع الفريق ماسترز طبعا اللي عارفين رياضه عارفين ماسترز يعني ايه يعني الاكبر واكبر واكبر يعني من صغيرين في 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 تحت 30 تحت 40 تحت 50 تحت 60 وتحت 90. انت روحك شابه حبيبي. وبعدين انا روحت اخذت اثنين ذهبي في 50 حره و50 باك ده السنه اللي فاتت في البطوله بتاع السنه اللي فاتت كويس. وبعدين ميداليتين ذهب نعم ذهب وعندي صوره كمان في عندي في التابلت عندي كمان صوره فرحانه جدا. وقبل كده برضه اشتركت كده بس كان في اثنين فضه بس ما كانش في يا. وبعد كده طبعا في جيم لازم عندي بروجرام كده جيم كده. وبعدين دلوقتي بقى عشان انا بعمل في البيت عندي بروجرام يعني لما كنت دلوقتي في المانيا انا اخذت بروجرام اعمل في البيت يعني كده عشان برضه كل يعني عايزه اقول كده في الحر كده مش عايزه انزل من البيت بتعب انا. والسباحه ده تعب. انت قولي بقى سباحه فين؟ تصدقي دلوقتي في الاول يونيو يعني في اول يونيو بالنسبه لي انا المايه لسه مش سخنه كده انا سبعة ده بقى تمام قوي 8 و9 100% اي نعم في الشتاء هو بيسخنوا المايه بنزل لكن بالنسبه دلوقتي انا سقعانه شويه. انت نموذج طبعا لازم 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 رياضه لازم كلنا لازم نعمل ستات مش برنامج الستات ايوه كل الستات اوعي تقعدي في البيت لازم تعملي رياضه كل يوم 5000 خطوه يعني بين خمسه اقل حاجه خمسه وبين خمسه و10000 خطوه لازم عشان صحتك يعني احنا قبل كده برنامج ستات مش كده ايوه وانا ما اعرفش ستات بيعملوا رياضه. انت ملهمه للستات ونموذج رائع لكل حاجة حلوة. احنا لازم تجيلنا مرة تانية بقى ونتكلم عنك انت شخصيا عن الرياضة ازاي حلقة تانية ان شاء انا خلي اقول على الاكل كمان يا جماعة لازم اقول لكم على الاكل بتاعتي كمان مش لازم كل يوم رز ومكرونة هنعمل فقرة تانية مخصوص للرياضة والاكل عشان ايه تتعلم يا جماعة انا عندي 85 سنة عندي 85 ما شاء الله حلوة كده يعني ممكن قوي كده مش عشان اجنبيه لا عشان طول عمري كده انا حافظ وروحك 21 سنه اسعدتينا ونورتينا انت سكر وجميله وكنت وحشاني ومبسوطه اني شفتك قوي اخيرا يا شيخه ان شاء الله نتقابل دايما كتير ونشوفك دايما على خير ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله
في الشتاء بقى كده بالنسبه لي انا احسن عشان اجي كده. انت في اي وقت بالنسبه لنا هو كدا. احسن آه. وقت ماشي حبيبتي. سعداء جدا. بصي بقى يا سهى اينديل قبل اينديل. سلام عيونك. هذا حبيبتي ودايما ايامكم حلوه ويا رب يا رب نشوفكم في افضل حال واحلى الامنيات. وانتوا كمان يا ستات كلكم انا بحبكم. طب يلا اختملنا انت الحلقه قولي يلا شكرا نشوفكم بكره على خير. يلا اختم انت الحلقه. طيب انا اقول باي باي. انا بمشي دلوقتي رايح اسكندريه عشان عندي ماتش بالليل السيتي والانتر. ان شاء الله انتوا كلكم فرقوا الف. باي 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 بكره.